انتوا كآباء وامهات في منكم ناس مش مدركين لقدراتهم. لما يبقى عندنا وعي بالمشكلة هو أساس الحل. الأمومة مش بس عطاء، الأمومة الأم بتقدم للطفل روحها نفسها. طفلكم أو طفلتكم مش قصدين يضايقوكم، لكن هم ببساطة بيمروا بمرحلة طبيعية من مراحل نموهم. ما تقارنيش ولادك بأي حد. مفيش مفر من حدوث تصادم بينك وبين الطفل من وقت للتاني. كلمي كتير مع الجنين وتحسسي إنك مهتمة بالتواصل معاه. حبك لطفلك هو مفتاحك لحب كل الدنيا من حواليك. يحكى أن مع الدكتور محمد رفعت السبت 7 مساء على قناة مصر الأولى.